قمنا بتدشين واعطاء لا ميزون سيرفيس تاع 12 المحول الكهربائي، بقات لنا 8 ان شاء الله مع نهايه اخر السنه هذه يكون عندنا 20 محول كهربائي بالنسبه لهذه المستثمرات الفلاحيه. اذا احنا كنا درنا معاه برنامج، وزاره الفلاحه الثانية دارت معاه برنامج ان شاء الله، هو راه يتعهد لنا باش يوصلنا ل 100,000 قنطار يعني، ونطمح ان شاء الله باش نوصل لهذا الرقم هذا اذا كانت تكاتفت الجهود. نحن رانا في المساعده نتاعو لكل يعني لي فوراج، عطيناه الترخيصات كذلك الاسمده. تم تدشين مشروع ايصال الكهرباء لمزرعه الامير مشعل والسيد بن عامه اليوم، وطول الشبكه يقدر ب 55 كيلومتر، فيها 12 محول كهربائي، وتتربع على مساحه قدرها 5000 هكتار، وهذا مشروع استراتيجي مخصص لإنتاج الحبوب.